واحنا كده بنعمل سكرول على السوشيال ميديا لقينا صفحه منتشره لواحده من صانعات المحتوى اسمها يوميات روح الفؤاد. روح الفؤاد هي امراه مصريه بتقدم اكلات ووجبات على طريقه عمل اجدادنا، اللي يعني نفتكر كده كنا بنعمل زمان الاكل ازاي، كنا بنعمله بالبابور بلمبه الجاز بميه القله، الاكل على طريقه وصناعه اجدادنا. مش كده بس، روح الفؤاد بتدي ايضا نصائح لستات البيوت المصريات ان هم ازاي يعملوا اكلات بسيطه غير مكلفه وفي نفس الوقت يبقى فيها الصنعه المصريه القديمه. ايه حكايه صناعه المحتوى روح الفؤاد؟ ده اللي هنعرفه منها دلوقتي من خلال اتصالنا التليفوني معاها. صباح الخير يا استاذه روح الفؤاد ومنورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيكي، وخليني ابدا معاكي من كان اكتر فيديو السنه اللي فاتت منتشر على اليوتيوب وكان واخد رانك عالي جدا، كان لامراه بتطبخ بالطريقه الهنديه، كان واخد اعلى مشاهده بالمناسبه السنه اللي فاتت، وكان اليوتيوب اتكلموا عنه. احنا يعني احنا لا نخترع العجل، احنا بنرجع لاجدادنا. فعايز اسالك ايه الدافع اللي خلاكي تقدمي محتوى جديد عن الطبخ، الطريقه القديمه للطبخ بعيدا بقى عن الميكروويف وعن الفرن وعن وعن، احنا بنتكلم في الادوات التقليديه المصريه القديمه. تمام استاذ مصطفى، انا طبعا بتكلم عن التراث القديم اللي خلاني اعمل المحتوى دوت، هو حبي في التراث القديم، حبي في الاكلات البسيطه، انا بحب البساطه والجمال، وكمان في نفس الوقت المحتوى بتاعي مبني على البساطه والجمال، البساطه والجمال في الاواني اللي انا بستخدمها في الحاجات اللي غير مكلفه رغم تطور التكنولوجيا. طبعا بس احنا بنحاول نستخدم حاجات بسيطه جدا اللي تربينا عليها واللي كان عليها اجدادنا وطلعنا لاقيينها، فبحاول ان انا اقدم محتوى او اقدم حاجه لست البيت المصريه عن التوفير والتدبير، ازاي توفر وتدبر وتمشي حياتها الاسريه. كمان المحتوى بتاعي قائم على التجمعات الاسريه اللي احنا استفدناها كتير الفتره اللي فاتت، التجمع الاسري اثناء الاكل اثناء اللحظات الحلوه. زمان يا استاذ مصطفى كان في تجمعات كده في اوقات معينه، الفطار الغداء العشاء، كل يحط الصينيه وكل يتجمع، كلنا كنا نبقى مع بعض بروحنا واجسادنا وكل حاجه. دلوقتي النقطه ديت افتقدناها كتير، فبحاول ان انا اوصل رساله للمشاهدين والمتابعين عن التجمعات اللي احنا استفدناها وعلى البساطه والطيبة بتاع الزمان. طبعا دلوقتي بقى كتير قوي منتشر الاكل، في خرافات كتير وفي حاجات كتير قوي مكلفه، حاجات كده كلاكيع زي ما بيقولوا، يعني ممكن دلوقتي اكله يتحط فيها اكتر من 11 و12 بهار. طب امال انت بتعملي الاكل ازاي يا روح؟ انت قلتي بتستخدمي طريقه بسيطه، الاول انا عايزه اعرف الادوات دي كانت عندك ولا انت اشتريتيها، وهل الطهي بهذه الادوات بيكسب الاكل طعم ما، يعني الاكله بتبقى احلى ولا الموضوع عامل ازاي؟ انا عايزه اقول لحضرتك استاذه هدير ان بجد سر في اجدادنا وامهاتنا هو كان الاكل بتاعهم. في ناس كتير يقولوا ايه اكل زمان، احنا كنا نمشي في الحاره نشم الاكل نعرف فلانه عامله اكل ايه فلانه عامله اكل ايه، ده ما كانش فيه سر ولا حاجه، بس هو كان السر في ثلاث مكونات هما الملح والفلفل الاسود والكمون، هي دي البهارات الاساسيه اللي هما كانوا بيستخدموها وكانت بتخلي الاكل. بصي يا استاذه هدير، الاكل كل ما كان بسيط كل ما كان طعمه ألذ واحلى، كل ما قدرنا ان احنا نستطعمه، يعني نستطعم الاكل ذات نفسه. ايوه، السر بيبقى في البساطه. الاكلات الشعبيه دلوقتي بقيت حاسه ان هي انقرضت زي ما بيقولوا، دلوقتي حاجات كتير بنحاول ان احنا نقلد دول اوروبيه كتير، دول عربيه كتير، لا احنا الاكل الشعبي والتراث الشعبي لازم يكون موجود عندنا هنا في مصر. المحتوى دوت طبعا كلنا تربينا عليه ومحتوى كويس جدا. الاكل على البابور رغم ان في تطورات كتير ممكن تكون في العصر اللي احنا فيه، بس انا حاولت ان انا اقدم المحتوى من القرن من مثلا منتصف القرن العشرين اللي هو من بدايه الخمسينات او الاربعينات، كنا لعبه الجاز، وقت المذاكره، وقت الاكل، الطبليه، المقشه الليف، احنا بننظف بيتنا، نستغنى عن المكنسه،
نشتغل عن ثلاجات. زمان ما كانش في حاجه اسمها تخزين اكل لان ما كانش في ثلاجات، فما كناش بنجيب الاكل بكثره، يعني كناش بنجيب الاكل ببهارات كتير قوي ونقعد نشيل ونخزن ونعمل، لا تنظيم الواحد بيجيب على قد احتياجاته اللي هو محتاجها صحيح اليوم مش اكتر من كده. صحيح. انا بس عايزك الاول بس ابعد المايك عن بقك شويه، نزليه شويه عشان الصوت يعني مش واضح. وعايز اسالك عن حاجه مهمه جدا يا استاذه روح، المحتوى ده قريتي فيه ايه؟ قلتي لي انك رجعتي لاكلاتنا في الاربعينات وفي الثلاثينات، هل سالتي حد؟ هل كان في مراجع معينه عايزه تقوليها للناس تستفيد منها؟ هل الطرق التقليديه للتراث المصري محتاجه تتارخ وتتوثق وتتارشف علشان تراثنا ما يضيعش ويذهب؟ لان التاريخ مش تاريخ حكام بس، التاريخ حكام ومحكومين واكلات وشعوب و و و خلاف، وعشان يبقى في الوان مختلفه من هذا الامر. هو طبعا التراث بتاعنا دوت لازم اول حاجه يتورث لابنائنا، لان بيعلمنا حاجات كتير قوي، كمان نقدر ان احنا نوصل من التراث دوت رساله حلوه قوي لابنائنا والاجيال اللي طالعه، ان احنا بنستغنى عن كل حاجه وبنعيش بالرضا والقناعه، يعني القناعه في الاكل، القناعه ان الاكل ده موجود النهارده ممكن لو فاض منه حاجه يتسخن ثاني يوم، ممكن نعمل حاجه اسمها اعاده تدوير للاكل. يعني النهارده مثلا عملنا طبخه سيان، مثلا عملنا حله محشي وكده وفراخ، الفراخ تمام احنا جبناها على قد احتياجاتنا او اي بروتين عامه في الاكل، خلاص البروتين ده خلص احنا ممكن نقدر نحيي الاكل دي ثاني يوم، نسخن الاكله ديت، ممكن لو عملنا مثلا صينيه رقاق جنبها شويه ملوخيه طازه يبقى احنا كده عملنا اعاده تدوير للاكل، حاجات بسيطه وحاجات مش مكلفه، وفي نفس الوقت ربنا ابنائنا على رساله ان الاكل الموجود بالذاكر يستغنى عن حاجات كتير قوي بتتعمل في الاكل وبتتكلف، يعني دلوقتي ممكن اكله تكلف مبلغ وقدره بسبب ايه؟ بسبب ان الاصناف كتير قوي بتتعمل، لا احنا ممكن ناكل صنف وصنفين في الاكله بيبقى عندنا احسن. في بعض الفيديوهات اللي كانت موجوده على قناتي من ضمنها مثلا دلوقتي عايزين نطبخ طبخه والبروتين، زمان اللحمه ما كناش بناكلها بكثره، مش حته حاجه بس حته ان هي صحيه، كانوا بياخدوا كده بالجرام عشان يكون صحيه علينا، فاحنا بالتالي نفس الموضوع، زمان برضه كان من الحاجات المقدسه عندهم الطبخ يوم الخميس، كانوا بيطبخوا يوم الخميس كده فقط، وكمان كانوا بيعملوا اكل حلو قوي يوم اول الشهر، اول ما الاب بقى ينزل كده يعملوا بقى اكله مطبليه كده حلوه من جميع الاصناف. دلوقتي برضه افتكرنا النقطه ديت، بقينا نعمل اكلات في اي وقت ونطبخ بقى بالليل، لا احنا عندنا التراث القديم الطبخ كان الصبح، ست البيت المصريه كانت تقوم الساعه 6 الصبح تصلي، كانت الاولاد يذهبوا للمدرسه وكانت تقدر تشوف احتياجات بيتها وتقدر تقدر تخلص طبخاتها على الظهر اللي بيبقى واكلين، فدي حاجه برضه احنا افتكرناها كتير، فاحنا عايزين نوصل رساله للساده المشاهدين معانا والمتابعين ان التراث القديم لازم يتورث ويتورث لابنائنا، وتبقى حاجه متوفر يعني حاجه يكون توثيق ليها هنا في مصر، ما ينفعش التراث القديم دوت ينقرض، احنا في حاجات كتير قوي رغم التكنولوجيا ممكن في لحظه تختفي من حياتنا فنرجع للتراث القديم. يعني انا حابه اشوف الباجور قوي رغم طيب روح انا عايزه اسالك سؤال اخير، استخدام الادوات البدائيه دي ما بيعطلش الوقت ولا يعني لا الاكل بيخلص على طول؟ عشان انت عارفه دلوقتي كل الناس ما عندهاش وقت. عايزه اقول لك يا استاذه هدير ان زمان امهاتنا كانوا ممكن يعملوا بثلاث اربع اصناف تمام في وقت واحد وكان بتخلص الاكلات، وده السبب اللي قال حضرتك عليه ان الام بتصحى بدري، يعني في اليوم بيحس بالبركه بتاعته من بدايه اليوم، انما دلوقتي بيبقى برضه الموضوع حته الموضوع مختلف، الصحيان متاخر طبعا الست برضه العامله طبعا دلوقتي اختلفت عن العصر الجميل وكده، فحته الموضوع انا ممكن اعمل فيه فيديو من ضمن الفيديوهات كنت عامله بقى اكلات المذبح كده، واكلات المذبح بتاخد وقت جدا في التسويه بتاعتها، ورغم ان انا ما كملتش اكتر من ساعتين ثلاثه كنت مخلصه اكتر من ثلاث اربع اصناف كانت عزومه، وعزومه كانت على البوازير شغلت البوازيرين وصورت التلفزيون حلو جدا،
فلا الموضوع مش بياخد صحيح. وقت ولا حاجه ولا صحيح. بيبقى مكلف في ايه، بالعكس لا، هي فكرة، هي فكرة فعلا جميلة، وعلى الأصل دور زي ما بيقولوا. دايما نرجع لأصولنا، بنشكرك لصناعة المحتوى روح الفؤاد صابر اللي بتقدم على السوشيال ميديا محتوى تراثي عن الطهي، يحاكي ما فعله أجدادنا من قبل من حيث البابور ولمبة الجاز وخلافه، وشكرا جزيلا لك.